بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بكم في الجزء الثاني من الدرس السابع من دروس الموسيقى البيزنطية، وسندرس في هذا الدرس علامة بتستي كعلامة تكييف للصوت. لتكييف الصوت أو لتمويجه علامات خاصة ترافق علامات الكمية الصوتية وتؤثر في أدائها، غير أنه توجد بعض العلامات التي تحتوي في ذاتها قوة التكييف، ومنها بتستي التي نصعد بواسطتها برجا واحدا بتمويج وقوة في الصوت. تختلف طريقة تمويج بتستي بحسب موقعها وبحسب زمنها، وسندرس هذه الحالات على التتابع. ونبدأ مع بتستي ترافقها كلازما، وفي هذه الحالة تلي بتستي مع كلازما علامتان نزول على الأقل، إلا إذا تلاهما أليغون بمثابة كرسي فوقه علامة أبوستروفوس نزول درجة واحدة وكانديميتا. يوجد عندنا هنا ثلاث علامات نريد توضيحها، علامات لتكييف الصوت بتستي. الأولى من اليسار بتستي تحتها كلازما، هذا الشكل يكافئ أو يساوي ما بعده. إذا كانت العلامة علامة بتستي با هنا تساوي بافو با، كأننا نصعد درجة إضافية لننزل إلى ما كنا عليه إلى بتستي. العلامة الثانية تحتها بتستي مجرد كرسي تحتها كلازما فوقها إيسون. إذا كانت هذه العلامة با مثلا تكافئ الشكل الذي يليها، الإيسون فوق بتستي، بتستي مجرد كرسي، الإيسون فوق بتستي مثلا با، الإيسون الذي يليه يكافئ هذا الشكل، يعني نصعد درجة واحدة بافو با بافو با، كأننا نصعد درجة إضافية لننزل إلى ما كنا عليه إلى بتستي اللي هي با بافو با. العلامة الثالثة عندنا بتستي تحتها كلازما فوقها أبوستروفوس علامة نزول، لنفرض أن علامة النزول با أيضا، الشكل أيضا يكافئ الشكل الذي أمامه. عندنا علامة إليغون مجرد كرسي فوقها أبوستروفوس وكانديميتا عليها غرغون، وبعدها علامة أبوستروفوس. إذا كانت علامة النزول الأولى اللي فوق كلازما با تلفظ نفس الشيء بافو با، برجع بأكد كأننا نصعد درجة إضافية لننزل إلى ما كنا عليه إلى بتستي. سيتوضح هذا في التمارين اللاحقة. نقول هذا فقط لتوضيح مبدأ التمويج في بتستي، لأن علامة بتستي هاي تعتبر تكييف للصوت.
تمرين 56 راح نحلل بعض العلامات. عندنا علامتين بتستي موجودة، العلامة الأولى الشاهد با تصعد ثلاث درجات دي. التحليل اللي فوقها ذي كذي ذي كذي، كأننا نصعد درجة إضافية لننزل إلى ما كنا عليه، يعني للذي ذي كذي ذي كذي غابوبا ذي غابوبا. ممكن أيضا أن تؤدى في الميلوس بالطريقة التالية: ذيك دي غابو با ذيك دي غابو با ذي غابو با في البرالالي. والعلامة البتستي اللي بعدها، علامة البتستي اللي بعدها بنوصل لعند الكي الإيصون، كذيك كذيك نفس العلامة ذي كذي. كذيك وهكذا. نسمع التمرين. تمرين 57 يوجد عندنا علامات بتستي. الأولى نصل إلى غا، تحليلها غافو غافو غا، كأننا نقول غافو غافو با غافو غافو با غافو با غافو با. العلامة اللي بعدها اللي هي دي، علامة صعود ثلاث درجات تحتها كلازمة، علامة تمويد أيضا وتكييف للصوت. ذي غا دي غا ذي كدي ذي كدي، كأننا نقول ذي كدي غا دي غا ذي غا دي غا. نسمع التمرين عشان توضح معنا أكثر. وهنا أيضا تمرين إضافي رقم 58 نفس الفكرة. خلينا نسمع التمرين. هنا يوجد عندنا تمارين باراليلي مع ميلوس على نفس الفكرة. التمرين رقم 59 قياس رباعي طبعا، الإيسون الشاهد با إيسون با ني با
Παβούγα, βουπανίπα, παβού, βουπα, πα, 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 νίζο, νίπα, βούγα, δίγα, δίγα, βουπα, βουπα, πα. Μέλος, αλμέγδου λιλάβι βαλίπνι, والروح القدس. خلينا نسمع التمرين. تمرين رقم 60 نفس المبدأ شاهد با علامة صعود 3 درجات مع كلازما لتكييف الصوت دي غافو بابا دي كي كي دي دي غاذي كي دي كي زو ايضا هنا علامة بتستي اللي هي تحتها كلازما كادي زو كادي دي خلينا ننتبه لأداء التمرين ميلوس وبارالالي ننتبه منيح Δι γαβού παπα δι και δι δι γα δι και δι και ζω και δι ζω και δι δι Ια Ραμπι λαϊκά Ραχτού φαστάμιλοι